بفضل ربنا. لا ولا مرة لا بفضل ربنا وانت لا. في الاهلي؟ لا الحمد لله. كم سنة في الاهلي؟ يعني 10 10 يعني، قول على الاقل 20 ماتش في الحدود دي، ممكن يبقى 19 20 ماتش يعني، في الحدود دي كده. كل الماتشات، وكل الماتشات جبت فيها جوان؟ لا 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 بتاعت لا الزمالك؟ لا لا هو انا جايب ماتش 2-1 في ذهاب افريقيا اللي هو ده اللي انت شايفه ده، اللي خبطت في العارضه ورديت لي 2-1، انا جبت الجون ده. العوده بتاعته كان 2-0، انا اللي جبت انت الجونين. اللي جبت الجونين. الجون بتاع 3-3 اللي انت عرضته من شويه، الجون بتاع 1-1 في برج العرب في دوري ابطال افريقيا اللي هو عبد الله عمل لي الكورنر، انا حطيتها ببطن رجلي رديت لي حطيتها تاني، غير الجون اللي احمد حسن سرقه في كاس السوبر المصري اللي عدى الخط وكملها. وقعدت انا غطي ماليش دعوه، وكمل. انا بحسبه لنفسي انت دوت اساسا كده خلاص. كده، هو الحكم يحسبه اللي يحسبه، بس انا ماليش دعوه، انا حاسبه. بقول لك ايه، ما حشكش ابو تريكه؟ ياه يعني ابو تريكه من الناس اللي كلنا بعيدا عن، ماليش دعوه بحاجه، احنا بنتكلم على لاعب كوره احنا عارفينه او زميل لينا او ابو حبيب تريكا لينا. افضل لعيب كوره انا لعبت معاه من ساعه ما بدات العب كوره لحد ما بطلت. ابو تريكا الافضل بلا جدال بلا جدال. ده ممكن على فكره زعل مني ناس كتير لعبت معايا ولعبت جنبي وبتاع كلام من ده، انما ابو تريكا لعيب الكوره الافضل اللي لعب معايا طول مسيرتي. يكفي ان ابو تريكا هو البني ادم الوحيد، مش احنا كنا دلوقتي بنتكلم من شويه في اول حلقه او في وسط الحلقه على امكانيات اللعيبه بتاعتك، ان فلان مثلا بيعمل الاوفر جامد فبيعمله على البعيد، انت لازم مش تبقى عارف حافظ. فلان بيرجع الكرة لورا، لا ده كان ده حاجة تانية. ابو تريكه الوحيد اللي بتاخد قرار، بتاخد قرار عايز تخترق اجري ومالكش دعوه. بس انت ما بتتضايقش يا بركات مثلا من البعض يقول لك ايه؟ بس الاول لو انت هات لنا كده اللي انت عايز تجيبه شادي، واحنا مع بنتكلم على ابو تريكه، لانه مع ان ابو تريكه احنا لو قعدنا نتكلم عليه 20 حلقه ما. لا ابو تريكه لو كل الناس اتكلمت عنه، ابو تريكه عمل كتير للنادي الاهلي، ابو تريكه عمل كتير لمنتخب مصر. ابو تريكه لا ابو تريكه علامه من العلامات اللي عدت، ووضع طبيعي ان مش هيجي زيه في ال 20 30 سنه الجايين، لا صعب. طب فاكر دي يا بركات؟ أنا دي حبيب قلبي الثلاثي المرعب ده مين ده؟ فتحي؟ لا ابو تريكه وشوقي. اللي مع شوقي ده؟ لا 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 حد بقول لك ايه، دراجة فرد ده شايفني باجي النادي كل يوم. بقول لك ايه، ولا يتفرد عشان تعرف انت مش عاوز اجازه بين عليك. هنختم انا عايز ازيط يا دول. بقول لك ايه، وانا حط على محمد الصغير يا عم، اخد دهني بقى واروق نفسي بقى واظبط نفسي كده بقى. في الشيكه دي ولا 50 جنيه؟ الشيكه دي اقل حاجه عندك. قول لهم بقول لك يا كوتا صراحه شيك. انا اقسم بالله انا من مرات القليله اللي بشوفك كده، دي اقل حاجه. بقول لمراتي هاتي لي اكل. لا بس عشان مش اقل حاجه، لا اقل حاجه عندك. بيقال احيانا ابو تريكه بيصطنع او بيتصنع، او بمعنى اصح بيقولوا ابو تريكه مياس. مين اللي مطلع الاسم ده؟ لا يعني هو اللي بيطلع هنا اللعيبه هي يعني مثلا احنا مثلا ما بنيجي بنقول لك يا ميسو تمام سليم، انما مثلا الناس اللي تقول انه مياس هي شايفه ان انت مياس ليه؟ لا او بتميز في ايه؟ لا بص، اولا انا بعامل مين؟ بتعامل ربنا بس. وزي ما بقول لكم في هنا في كاميرات ايه؟ في كاميرات ربانيه الهيه بس، فبس هي دي المراقبه. فانا ما هم كلمتين انت ما حفظنا فيهم ما بتغيرهمش بقالك 6 سنين. ابو تريكه لو قلت لك عايز تقول كلمه لحبيبك بقى وزميل الكفاح وزميل الغرفه وائل جمعه تقول له ايه؟ قول له وائل يا جبل ميزك ريح. يا جبل ميزك ريح بس. أودي جامد. أودي جامد. طب مثلا لو أقول لك كلمة تقولها للصقر أحمد حسن؟ لا من غير مياس. العب بسرعة.
الفيروس اهو. طب انا عايز اسالك سؤال، هو احمد حسن ساعات كده مثلا ما تبقى معاك كوره وكده تلاقيه مثلا قاعد مثلا عمال يلف بيها، يعني برضه اخد رايك، ممكن يلف بيها مثلا مره واثنين وثلاثه ونبقى احنا حواليه فاضيين، تفتكر هو ما بيبقاش عايز يبص لنا ليه؟ عايز ياخد المحور. خليك شاهد، قال لك عايز ياخد المحور، انا ما قلتش حاجه، هو اللي بيقطع وبيقطع في نجم منتخب مصر. لا ما بقطعش يا عم. ما انت بتقطع وعايز تقول لك عايز يا عم الدوره فاضيه. صحيح، يعني هو موضوع عايز دراسه، يعني هو مين احمد؟ اه لا حبيبنا. يا نجم، هو في حد بيعرف يلعب غير انا وانت؟ طب انا مثلا لو قلت لك مثلا ايه، تقول حاجه لسيد معوض تقول ايه؟ اقول له ما تدمعش. لا انت شفت اول ما قال لي بص خلص التقرير عليه، لو قلت لك اقول حاجه على سيد معوض تقول لي بص قطعوا التقرير. لا انا اللي قلت لهم عشان كفايه سيد معوض. لا بس شوف سبحان الله، يعني ايه جت على كده؟ لا ما تدمعش، ما تدمعش. لا 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 يا عم، انت هتدمعني ليه يا عم؟ في لا انا هتدمع ولا حاجه؟ لا طبعا ذكريات طبعا كلها. بس ده انا قلبه، انا عارف اصله، بس ماشي بعدين مش دلوقتي. ذكريات كلها جميله وكلها ناس جميله. تفتكر ايام حلوه؟ اه طبعا طبعا ايام حلوه، وقلت لك يعني ابو تريكه كان الوحيد اللي هو ما بيعذبنيش بصراحه. يعني ابو تريكه انا كنت بجري بيحطها لي، فبروح انا والجون بجري على الخط فبيقوم عاملها لي، فهروح واعمل الاوفر، فما كانش بيتعبني يعني. ما كانش بيتعبني خالص ولا بيسبب لي مشاكل يعني. ممكن اقول لك حاجه بس؟ انت عارف ان انا ما قريتش ولا كلمه من على تويتر وانت ترند على